السلام عليكم عندما سيطر الحوثيون على صنعاء لم تمض سوى أشهر قليلة حتى اتخذوا قرارا غير معلن بحل الجهاز الإداري للدولة وإحلال جهازهم الخاص بدلا عنه والاستحواذ على مرتبات الموظفين وتسخيرها لصالح الحرب فإذا كنت تريد الحفاظ على وظيفتك فليس لك من خيار سوى الانخراط في أنشطة الميليشيا وحضور دورات غسيل الدماغ والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الأخرى وإلا فأنت مصنف في قائمة الأحداء التربوي مثنى محمد علي كان واحداً من الموظفين الذين قطعت ميليشيا الحوثي مرتباتهم فكان له قصة من المتاعب يرويها في الفيلم, في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود أنا درست المعلمين نظام خمس سنوات بعد ذلك درست الجامعة في جامعة الحديدة وبعد تخرج من الجامعة خرجنا للتدريس. درست في مدرسة العباس في الحدادة سنة تقريبا وبعد ذلك حولت من مدرسة العباس إلى مدرسة القادسية شرق حورة كانت المدرسة في وقتها الثانوية ودرسنا في المرحلة الثانوية فترة ثم بعد ذلك أجا عملية حق المراكز هذه والمجمعات وكذا رجعوا المدرسة قالوا أساسية فاشتغلنا في المدرسة الفترة الأساسية فترة طويلة وكذلك وبعد لما رجع بعد ذلك تم عملنا في التوجيه تكليف رسمي التوجيه اشتغلنا في التوجيه فترة سنة أو سنة ونص وبعد ذلك رجعنا لما هنا نزحنا كان اسره في في تعز ولا ساكن في ما في البلاد وبعد ذلك لما حصلت المشاكل والحرب وكذا نزحنا للبلاد روحت البيت حقي وكذا وجلست في البلاد طبعا ما بش مصادر لانه تعمل وكذا وتشتغل وكذا درسنا فتره وكنا نستلم مرتبات وبعد الفتره هذه حولونا الى مدرسه مدرسة الأمصار هذه مدرسة ابتدائية خلاف المدرسة قالوا خلاص تجلس لأنه تدرس في المرحلة الابتدائية ويكون الأساسيات خاصة في اللغة العربية وكذا يتأثر الطلاب ويكون تأثيرك أبلغ من هذا على أساس يكون الطلاب إجادة اللغة العربية فجلسنا فترة بعد ذلك انقطعت الرواتب انقطعت الرواتب عن المدرسين بشكل كلي يجيبوا نص شهر في بداية الترم وصحيح آخر الترم وهكذا عملنا تقريبا سنة وستة أشهر بدون مرتبات وكذا فضاقت علينا السبل وكذا فحاولنا أنه تنقل الأستاذ بترنا هذا طبعا زميل كأستاذ تربوي وكل حاجة فهو نازح من محافظة ريمة ورغم أنه كان عنده تكليف يعتبر كموجه مالي وإداري مفتش في محافظة ريمة لكن الوضع الحرب والويلات اللي تعرض لها يعني سواء في ريمه او في محافظه تعز او في ذاك اضطر ان انقطع الراتب اكثر من عامين فنزح الى محافظه تعز لان كون اسرته عايشه في محافظه تعز منذ فتره طويله. ما يعطيك لا عنده ثلاث اربع اولاد لاحظ لو على قلت الا على الواحد 1000 ما استطعش يعمل اي حاجه. فحاولنا درسنا بدون مقابل وكذا هناك في منطقتك وكذا فتره حتى ضاقت علينا خاصه معي اولاد. وأولاد يدرسوا كذا بعض اللغات يت... تكون أنت الطالب يدرس وما بيش معك حق, حق الدفاتر والأقلام حقه فاضطرينا للنجوح على طول بمجرد ما نحن نزحنا له وكذا لا إلى تعز على أساس أنه أريد أنا أدرس وأستلم راتب على الأقل أخذ تأخذ بعض الأشياء لأسرتك للبيت للأولاد تدفع مصاريفهم تدرسهم تعلمهم وظروفه صار يمر بظروف صعبة كبيرة جدا يعني حتى وصل الاستاذ المنقطع الراتب مارس عملية البيع والشراء في بيع السكريم او في بعض الجلجل او الفستق هذا كل حاجة يعني يروح يذهب للمقاصف حق المدرسة يعطوهم بعض الاشياء حتى يستطيع ان يؤمن لقمة عيش اولاده داخل البيت يعني يوصل الموظف في هذا الوضع الى ان يبحث عن عمل كيف يؤمن لقمة عيش افراد اسرته فهو يعاني من وضع صعب جدا جدا للامانة فحاولت انا على اساس قلت له ين يعني يسجل نفسه كنازح يذهب الى مكتب التربيه في المحافظه واعطنا كم ارساليه نازح بس لحد الان لم يبث في وضعه يعني وضعه ما زال على ما هو هواي يعني بدون ان يستلم اي ولا ريال واحد نزحنا لهنا هنا لا تعز واجينا هنا طبعا البيت هذه عباره عن ايجار ب 10000 ريال غرفتين مطبخ وحمام ومستاجر على غرفه ثانيه للعيال لانه صعبه كذا فالسكن ضيق وكذا له... لهذا يعني اضطرينا الان الاولاد يدرسوا ويشتغلوا كذا معانا شويه جلد ولوز وكذا وعربيه في السوق وكذا ونتساعد نتناوب هذا يذهب انا اذهب ادرس ثم اعود امسك مع الولد شويه والولد الثاني يذهب يدرس ويعود يمسك مع اخوه شويه وهكذا واحد ياخذ المقاضي ويجزع للبيت وهكذا يعني تلاحظ الى انه عمل متكامل ها مقابل انه والآن الجمعيات والأشياء يعني حاجة بسيطة والكذا اللي وكذا اللي يواسوا كذا والأمور لا بأس ماشي الحال. نسأل الله العون ونحن مناضلين في التدريس وأنت ترى إنه المسافة بيني وبين المدرسة تقريبا ثلاثة كيلو. طبعا أنا يعني هذا هو يعتبر والله يعني يعني إيش يقول واحد على الوضع يعني الإنسان الإنسان يربي جيل يعلم جيل ولو فترة يمكن حوالي في عقل التربيه والتعليم أكثر من خمسة سنة. يعني على أساس إني أقول لك أنا اقتربت الآن لمرحلة التقاعد. على اساس انه بيتقاعد ويرتاح كل حاجه يتفاجئ انه بدون راتب لكن ان نتيجه انا هذا يتحمل من الناس اللي وصلوا المجتمع اليمني الى هذا الوضع وايضا اين دور الحكومه دور الحكومه من هذا الموظف ومن هذا المواطن الذي قدم عمره وقدم شبابه كل حاجه من اجل ان يعلم الابناء كل حاجه بالاخير يكافئ ان يبقى بدون راتب لاكثر من عامين توصل المدرسه حصصك بعض اللغات لا الساعه 1 الظهر تخرج وانت تمرهاك لانه اثناء ما تدخل الفصل كثافه طلابيه وكذا يعني صعب الموقف وانتم ربما زركم المدرسه وشعرتكم الوضع وكذا ولا واحد احد الخيرين فتح بيته عباره عن مدرسه وكذا وكثافه طلابيه والمساله سابر مدرسين ناجحين طلاب ناجحين وكذا فكان الوضع لا باس ونحن نتحمل ونمشي ونحاول الى ان ندي رساله والله المتخبي الكريم والباقي ارحم الراحمين ونسال الله العفو. لا انا لو قلت يعني اقارن راتبنا مثلًا كان سابقا راتبنا ممكن حوالي يقدر اكثر من 400 دولار. يعني كان ممكن يغطي لكن الان ممكن انخفض الراتب يعني بدل ما كان 400 دولار اصبح الان ممكن حوالي 100 100 وشويه 100 دولار شويه. اذا لا يغطي يعني انا لو, لو ما فيش مصدر دخل اخر كل حاجه يعني لا يمكن يغطي حوالي اسبوع او اسبوعين الراتب لا يفي بالغرض اذا كان يعني الاسعار كما تشاهد كما تلمس ان الاسعار كثيره جدا هذا لا يغطي يعني الراتب لا يفي بالغرض 100% هذا كراتبنا اذا كان الراتب الان اكثر من 80 مثلا ما يكفيش فما بالك الذي يستلم اقل من 40000 فهذا يعني كم يمشي حياته كم بينظم هل بيوفر حق مواد غذائيه أو احتياجات لابنائه للتعليم للصحه لغيره غيره غير صحيح لا, يعني لا يمكن يكفيه نازح وما بيش حق المسكن وحق الايجار حق شوف لاحظ طلباتك الاشياء كثيره جدا مطلبات كثيره الماء الوايد تاخذه تقريبا 7000 6500 اقل تقدير ها الاولاد مصاريف المدرسه يعني صعب جدا الموقف ما هوش صعب خاصة ما فيش مرتب لو في مرتب يعني الامور تمشى بالراحة لكن صعب جدا الان فتلاحظ نحن قد احنا نتحمل وكذا والاولاد يشتغلون الكرك بهذه الطريقه نحاول نسدد ونقارب. انا اوقع رسالتي اول مره للسلطه المحليه بالمحافظه. الى حين طلبنا مثلا طلبنا المره الاولى مع عبركم كل حاجه بتثبيت المعلمين الثابتين الذي من محافظات اخرى، يعني من مديريات اخرى وايضا من المحافظه اذا كان بالامكان ينقلوا رواتبهم الى داخل تعز ما فيش مانع. ايضا اوقع رسالتي الى الحكومه بشكل عام والشرعيه بشكل عام على اساس النظره بالرحمه والاستعطاف لهؤلاء الناس الذي يعانون من الويلات سواء كان في الراتب او في الوضع في الاستقرار المعيشي للانسان الإنسان الموظف حتى يستطيع ان يستقر ويبذل الكثير والكثير تجاه هؤلاء الطلاب. والله السلطه المحليه والشرعيه بس أتمنى منهم انهم يتعاونوا معنا يحاولوا انا وامثالي كثير من هذه الطريقه لأنه انه صعب العيش من دون مرتب و انه وضع قاسي وايجارات و... ف... فأنه أنه ينزلوا الاسماء في اقرب وقت واعتماد المرتبات من على طول من تاريخ المباشره كذا يسلموا أحد راتبه على الاقل لو ثلاثة ثلاث اربع ثلاث اربع شهور يعني ربما تسدد ديونك و... وتمشي الامور على ما يعلي عرام انه الان في زيادات في هذا يقولون نسمع نسمع لكن ولا مو شيء ولا ولا قد وصل لحد الان اي شيء ولا في امل انه كذا انك تستلم نستلم مرتبات وكذا وبعض الناس الحين ما نستلم ولا حاجه وانا واحد من ضمن الذي لم يستلم ولا شيء حتى الان ولا مليم بينما ضاعف الحوثيون جبايه الموارد وبنوا اقتصادا جديدا يتناسب مع ظروف الحرب اصروا على قطع مرتبات الموظفين وارغامهم على العمل بنظام السخره وتهديدهم بالفصل من وظائفهم مع انهم في الواقع قد فصلوهم وقطعوا عنهم المرتبات لكنهم ارادوا الاستفاده من جهودهم وتحييدهم لاطول فتره ممكنه ان لم يتمكنوا من احتوائهم كمناصرين أو تصنيفهم كأعداء محاصرين بقوة الميليشيا محكومين بظروف الجوع والفقر والخوف. هكذا يعيش مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين القابعين في مناطق سيطرة الميليشيا حالياً تحت هذه المخاوف. وإذا كانت السلطة الشرعية قد تقدم حججاً ومبررات لعدم تسليم مرتبات بعض الموظفين المحاصرين في مناطق سلطة الميليشيا. فما الذي يمكنها قوله لتبرير قطع مرتب معلم يمارس وظيفته في منطقه تحكمها السلطه الشرعيه. مشاهدينا الكرام للحديث عن قضيه موظفي الدوله المنقطعه رواتبهم منذ عامين وحتى اليوم ينضم الينا من مدينه تعز الناشط الحقوقي محمد النقيب. مرحبا بك سيد محمد وبدايه لماذا انتقل الكثير من موظفي الدولة كنازحين من مناطقهم ومحافظاتهم إلى مدينة تعز حقيقة الانتقال الذي تم لكثير من الموظفين والنازحين إلى مدينة تعز كان على مستويات متفاوتة وكان من يعني أكثر حالة النزوح في الموظفين أتت بعد الأحداث التي دارت في العاصمة صنعاء أثناء ما قامت به القوى الموالية للرئيس السابق من انتفاضة ضد الميليشيات الحوثية خلال وما العام الأخير ذلك تقصر. من عملية تهجير و نعم وما يعني من تهجير وتجريف للوظيفة العامة واستهداف للكوادر التي كانت محسوبة على طرف الرئيس السابق وبالتالي نعم. لم يجدوا لها الا النزوح فنزح العديد منهم الى محافظات عده ومنها محافظه تعز بشكل كبير نزح الموظفين وقد قامت السلطه المحليه بالمحافظه باتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير فيما يتصل بترتيب الوضع الاداري للموظفين النازحين نعم. فتم يعني تم الترتيب لنافذه يتم من خلالها التواصل واعداد استماره وبيانات في تتضمن هذه الاستماره بيانات النازحين ومن ثم الترتيب المتتابع للخطوات الاداريه فيما يتصل بعمليه الاحاله الى الجهه ومن ثم رفع المباشره ومن اذا اذا استمار هناك استمارات عبر الموارد البشريه ثم الى الخدمه المدنيه نعم نعم هناك استمارات وهناك جهد اداري نعم. هل يمكن ان تعطينا صوره نعم. عن الاحصائيه كم بلغ عدد هؤلاء الموظفين النازحين الى مدينه تعز من مدن ومحافظات اخرى هم عديدين وهم في تزايد مستمر لا يمكن الوقوف على رقم واحد أخي فيما يتصل بعملية إحصاء عدد النازحين من الموظفين لأن هناك توافد مستمر هناك بعض الموظفين لم تتح لهم الفرصة بالانتقال لسبب أو لكن على الأقل لديكم أنية. يعني رقم تقريبي هناك, هناك, هناك هناك تدافع مستمر على سبيل المثال عندي في مكتب وزارة النقل تم النزوح ما يقارب من 15 موظف من ديوان عام الوزارة وقمنا بترتيب وضعهم و ما. الرفع بمباشره عمل واستكمال البيانات ومن ثم عمل مذكره غطائيه لملفاتهم واحالتهم الى معالي وزير النقل الاستاذ صالح القبواني لاستكمال ما. الاجراءات ومن ثم احالتهم الى الخدمه المدنيه والماليه لعمل الخفض والاضافه لان هناك عمليه ما يتصل بالترتيبات الاداريه شيء وما يتصل بالاستكمال الاجراءات الماليه شيء يعني مهم جدا وهو ياتي تباعا لذلك فعمليه الخفض من محافظاتهم والاضافه على محافظه تعز تاخذ فتره بالماليه واجراءات وما الى ذلك، هناك اشكاليه اخي تتمثل بان الموظفين النازحين بمجملهم من جميع المكاتب الحكوميه سواء في تعز او في غير تعز، الاشكاليه تتمثل بان هذا هذه الفئه لم تؤطر نفسها في في كيان وتشكل نفسها من خلال هذا الكيان للمطالبه بحقوقها يعني انت الان انت تطلب ان ان لها. بعمل نقابة يعني او كيان كرابطه ك... كيان بالضبط مؤسسي للمطالبه بحقوقهم هذا أقصده. نعم اذا كان الجهاز يعني جهاز نعم الدوله يعني رغم حدا. الاجراءات الاداريه لا لا يوجد لدينا رقم يعني انت لم تعطينا رقم لعدد هؤلاء فكيف سيجمعون بعضهم البعض وهم يعني موزعون بين جهات عديدة هنا كما تفضلت خمسة عشر شخص في النقل هذا جانب والجانب والجانب في التربية أنهم, حتى اللحظة حتى اللحظة أستاذهم في بتتابع مستمر يعني هناك موظفين قد لا يعوا اجراءات النزوح وما يتم اتخاذه من من جانب اداري فيما يتعلق بقضيه الانتقال وهذا الضبابيه في الرؤيه عند البعض جعلتهم يتوافدوا على دفع مما يصعب معه تحديد رقم معين انا قد احدد بدقه في الجهه التي امثلها مكتب نعم نعم, نعم. تماما يكون هناك لكن ايضا من باب اولى مثلا على سبيل المثال مكتب التربيه والتعليم مكتب التربيه والتعليم بالمحافظه تعز وهو الاكبر اكبر المكاتب الحكوميه في المحافظه سواء موظفين او عدد نازحين مقدمين مقبلين عليه هذا المكتب هناك رفع شبه أسبوعي أو شهري أو دوري لمسألة كشوفات النازحين والإجراءات المتبعة حيالهم من قبل الإدارة العامة للموارد المالية بالمكتب وما يتم اتخاذه وإحالته إلى الخدمة المدنية ثم إلى العاصمة المؤقتة عدن فهناك يعني تدفق مستمر لعدد الموظفين النازحين في العديد من المكاتب الحكومية نعم. بمحافظة نحن ب... نقول ب... بالفم برأيك سيد... سيد محمد. المفتوح نرحب بإخواننا النازحين نعم برأيك ما هو الحل لكي نتجاوز مسألة أنه يعني هذه الإشكالية قائمة والتدفق وتد... قائم وبالتأكيد كل موظفي الدولة الذين يعملون بنظام الصخرة في مناطق سيطرة الميليشيا لو وجدوا فرص أخرى سيلجؤون إليها وينتقلون الآن ما هي برأيك ال, ال... الفرص الحقيقيه لاعاده ترتيب وضع هؤلاء. من وجهه نظري ان الصدور مفتوحه وقلوب الجميع لهم مفتوحه في اي من المحافظات المحرره الا انهم مطالبون ان يحاولوا قدر المستطاع ان يؤطروا انفسهم في كيان وان يوجدوا لهم عنوان ومن ثم يتم من خلال هذا العنوان التواصل واتخاذ الاجراءات الكفيله لان الروتين الاداري في المؤسسات الحكومية سواء على مستوى الوحدات الإدارية في المديريات أو السلطة المحلية بالمحافظة أو قيادة الدولة في رئاسة الوزراء والوزارات المعنية تحتاج الإجراءات حتى إذا أنت, أنت أنت تنصحهم بالعمل أنت النكابي أنت تنصحهم و... بالعمل النكابي لكن نعم نعم المسؤولية نعم الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق السلطات الشرعية كيف يمكن الحديث نعم. عنها؟ نعم اريد اريد اوصل للنقطه الثانيه، اريد طبعا. نعم انا تحدثت عن النقطه الاولى باعتبار انطلاقا من قاعده قل هو من عند انفسكم المسؤوليه المباشره على الك... نعم. على هذا ال... على هذه الفئه يعني في ترتيب نفسها، ضف الى ذلك الأ... الشيء الثاني والمتمثل بمسؤوليه سواء السلطات المحليه على مستوى المحافظات سواء بمحافظه تعز او في باقي محافظات الجمهوريه والمسؤولية الكلية من قبل الأخ معالي رئيس الوزراء ومعالي الوزراء وقيادة السلطة وقيادة الدولة لابد من توجيهات يعني حاسمة فيما يتعلق بقضية الإجراءات والتباطؤ باستكمال عملية الخفض والإضافة للموظفية النازحين من الوزارات ولو بذل جهود نعم. بصوره استثنائيه فهي مسؤوليه اخلاقيه ووطنيه وانسانيه بدرجه كبيره. اذا شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي محمد النقيب كنت معي من مدينه تعز الى هنا مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب. المعلم النازح مثنى محمد علي تم الرصد في امان الله